السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد فيديو جديد، وعواشركم مبروكة. الله يدخل عليكم سيدنا رمضان بصحيحة والسلامة والرزاق والتيسير، واللي مريض الله يشافيه، واللي ماتلو شي حد الله يرحمه والله يرزقنا الصبر على فراقهم. بالنسبة اليوم بغيت نشارك معكم الطريقة ديال الشباكية بالطريقة ديالي أنا، بالمقادير يعني تقريبا يعني نفس المقادير عند الجميع. درتها في القناة ديالي فيني في البدايات، ودابا بزاف ديال الناس اللي طلبوني عليها، وقلت علاش لا ما نوليش نعاودها معكم، ما نشاركهاش معكم، غادي نصايبها انا، غادي نصايبها اللهم نشاركها معكم. بالنسبه للمقادير انا اللي تندير سهله وبسيطه، حتى الطريقه سهله وبسيطه، يعني حتى المبتدئات، وكلنا راه مبتدئات، حتى المبتدئات راه بامكانهم يديروها، راه سهله الشباكيه، خص غير الانسان يتبع المقادير والطريقه بالتدقيق. بالنسبه للمقادير نبداو على بركه الله. عندي هنايا كيلو ديال الطحين، كيلو الطحين اش ندير معاه؟ تندير معاه كاس ديال الزبده مذوبه، سواء حيوانيه او نباتيه. تندير كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت العاديه وزيت العود، يعني زيت الزيتون. عندي كاس ديال ماء الزهر اللي مذوبه فيه انا ضويمه ديال الزعفران، واللي عنده زعفران شعره من الاحسن. عندي 4 كاس ديال الخل ما يعادل 2 معالق كبارين يكونوا عامرين مزيان. عندي معلقه ديال القرفه، معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه. عندي كاس ديال اللوز اللي جبته وغير مسحته، كان عندي الفران شاعل تطفيته ودخلته للعينيك بحال اللي سخن شويه باش تحلي مزيان، طحنته وغربلته ما يبقاوش دوك الطريفات باش ما يتقبلناش الشباكيه. عندي كاس د الزنجلان، نفس الطريقه اللي درت اللوز هي اللي درت الزنجلان. عندي واحد راس معلقه ديال المسكه اللي طحنته انا مع شويه ديال السكر كلاصي وتا هو غربلته. عندي واحد يعني واحد راس معلقه ديال الكوزه، ما كاملش ربع ديال المعلقه، ما كاملش ربع كوزه اللي حكيتها وتا هي غربلتها. عندنا قبيصه ديال الملح باش نكسروا الحلاوه، وعندنا خماره يعني وحده ديال الخميره حمراء، بيكنج باودر يعني 8 غرام. بالنسبه للخميره اللي عنده اللي يعاونو يدير واحد راس معلقه، يعني تقريبا واحد ربع معلقه، ولكن اللي ما عندوش العوين من الاحسن ما يديرهاش باش ما تخمرلوش العجينه. وندوزو دابا للطريقه ديال العجن ديالها، وبقاو معايا الى اخر مرحله، راه تجي شباكيه زوينه لذيذه، لان انتم تشوفوا المكونات ديالها، وتجي شاربه العسل ومعلكه مزيان. داك الصفر ديال البيض هو اللي تيعلكها، وكاين اللي ما تيبغاش يدير الصفار، كاين اللي تيدير بيضه كامله، بيضه كامله تيدير لنا الكشكوشه بزاف ملي تنكونوا تنقليو. يلا على بركه الله ندوزوا لطريقه العجن. نغرفوا الطحين بحال هكايا، ونديروا هاد النواشي فيهم اللوانه، نزيدو معانا حتى هاد اللوز واللي بغى يكتفي غير بالزنجلان يكتفي غير بالزنجلان، ماشي بالضروره اللوز والزنجلان، يعني حنا علبنا وتنبغاو نديروها شويه مقومه وصافي. هنا غادي نضغطو الزيت، الزبده، ونحاولوا نشربوا هذا الزيت والزبده للطحين ديالنا مزيان. بحال اللي نرملوا الطحين كامل بهذه الطريقه هذه،
نضيفوا هذه البيضه حتى هي الصفر ديال البيضه بعد ما تلبسات لنا كامله هذاك الزعفران والخل غادي نديروهم يدفاو لنا غير شويه غير يدفاو ماشي يسخنوا غير يدفاو وعاد نخلطو به بعد ما دفا لينا غادي نزيدو دابا الكميره ونخلط صافي هنا هكا نستمر وتنخلطو ولا ما كفاناش يعني ما تخلطاتناش بهذا المزهر نزيدو واحد شويه ديال الماء المهم خص العجينه تكون قاصحه ما تكونش رطبه بعد ما نسجمنا العجين يعني مزيان مابقاش تبان فيه البيوضه دابا غادي نديروه في بلاستيكه ونخليه واحد الخمسة دقائق يزيد يكمل هو العريك ديالو راه ما تنعركوهاش بزاف هكا واحد الخمسة ديال الدقائق ونوليو عاد باش نخدموه بعد ما تلقات لنا واحد شويه غادي ندوزو نقسموها المهم نتوما على حساب القياس اللي بغيتو هنا انا قسمتها لخمسه د الكويرات صافي ونوليو نديروها في بلاستيكات ونخليوها
Thank you.